رمضان دائما ما كان موسم للطاعات يتغير فيه الشباب، كثير من الشباب حتى الذي أعرفه شخصيا يأتي رمضان فيتحول، والآن صار رمضان أو أصبح رمضان موسم فعلا للمعاصي والفسق والمسلسلات والأفلام ونشر هذه الأفكار. كيف نعود برمضان مرة أخرى ليصبح موسم يتغير فيه الشباب إلى الأفضل؟ والله هذه نقطة مهمة ومؤلمة جدا. طبعا جنود الشيطان يجيشون جيوشهم قبل رمضان للإعداد لإفساد رمضان على المسلمين، يعني هم يريدوا أن يسرقوا الشحنة الإيمانية التي يستفيد منها الصائم من صيامه ومن قيامه ومن قراءة القرآن، فأعدوا العدة بالمسلسلات الرمضانية. طبعا ما في الدين الإسلامي ولا في القرآن ولا في السنة شيء اسمه برامج رمضانية ولا مسلسلات رمضانية، بل هي شيطانية، لكن هم اشتغلوا على هذا الجانب كي يفسدوا روحانية رمضان. فبالتالي نحن أمام خضم كبير من القنوات وعمل عظيم جدا ضد روحانية رمضان. هنا تأتي مسؤولية كل بيت مع أولاده، مع بيتي، مع زوجتي، أن نحن لا نتابع هذه الأشياء، نغلقها. والله أن الإنسان ظالم لنفسه، ظالم لأهله، غاش لرعيته إذا فتح لأبنائه ما يسمى بالمسلسلات الرمضانية التي كما ذكرت تروج في رمضان للفسق، للفجور، للإلحاد، للشذوذ، يعني أمور كثيرة الحقيقة، خاصة في مجتمعات محافظة كانت. أصبحت الآن الدول تتبنى للأسف هذه الأفكار عن طريق الإعلام. فالحل أن الأب والأم يضبطوا هذا الأمر ولا ينجرفوا وراء. يا أخي اجعل رمضان للقرآن، اجعل رمضان للتراويح، اجعل رمضان للصيام، اجعل رمضان للصدقة، اجعل رمضان لما جعل له. رمضان شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن وكل ليلة، وكان السلف الصالح يختمون القرآن في رمضان. منهم من كان يختم القرآن كل 10 أيام، ومنهم من كان يختم كل أسبوع، منهم من كان يختم كل 3 أيام، ومنهم من كان يختم كل يوم، ومنهم كالإمام الشافعي ذكر الذهبي أنه كان يختم القرآن في اليوم مرتين. سؤال، أنت الآن كأب أو أنت كأم، ما هو البرنامج الذي أعددته لأبنائك في رمضان؟ هل اقترحت على أبنائك أن نجتمع مثلا قبل الإفطار أو بعد التراويح فنعمل ختمة عائلية؟ أنا أسميها ختمة عائلية، سبق أن ذكرتها، بمعنى أنه كل طفل يقرأ صفحة حتى نتم جزء، وهكذا كل يوم إلى أن ننتهي من القرآن في آخر رمضان، وفي كل جلسة نتدارس، نفتح معاني الآيات، ما معنى هذه الآية يا بني، ما معنى هذه الآية، ونعمل مسابقة، طب لك جائزة، طيب من تصدق اليوم يا أبناء بصدقة في رمضان، من شاهد برنامج، لماذا لا نفتح لهم برنامج عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحكام الصيام. هكذا ينبغي أن نستغل رمضان حتى لا ينشغلوا بالأفكار الهدامة. أيضا من واجب الأبوين أيضا أن يراقبوا يعني أن يراقبوا وسائل التواصل الاجتماعي، هواتف وحسابات أبنائهم، ماذا يدخلون. هذا ليس، بعض الناس يقول لك لا اتركهم، يعني لابد نعطيهم الثقة. تعطيه الثقة وتقول له يا ابني ويا بنتي أنا أثق فيك وهذا الهاتف بين يديك، ولكن احذر من كذا، واحذر من التيارات، واحذر من الإلحاد، واحذر من كذا، ولكن لابد أن تجلس معه. ماذا نظرت اليوم يا ابني، ماذا نظرت يا بني. بعض الناس يترك الجوال ويترك الآيباد مع ابني بالساعات، حتى بعض الألعاب الآن يدخل من خلالها إعلانات ويدخل من خلالها أشياء تفسد الشباب. فالآن لماذا رمضان لم يستفيد؟ لأنه ما في رقابة من الآباء، ما في تحديد للإعلام إيش تشوف إيش ما تشوف، ما في تشجيع على قراءة القرآن، تشجيع يلا تعالوا نصلي التراويح، يلا نذهب إلى العمرة، يلا نذهب إلى زيارة أيتام، يلا نذهب لنوزع إفطار صائم. هكذا ينبغي أن يكون رمضان حتى نحفظ أولادنا، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية.